أهلا وسهلا بكم بالقناة. اليوم سنتكلم عن كيفية زراعة الثوم داخل البيت. أولا نتكلم عن طريقة اختيار التربة المناسبة، وأيضا التكاثر وكيفية الزراعة وحصاد الثوم، وأيضا سنتكلم عن الآفات والأمراض التي تصيب الثوم بكثرة. أول خطوة لزراعة الثوم هي أن نختار التربة المناسبة، ويفضل زراعة الثوم في أواخر فصل الخريف أو أوائل فصل الشتاء، ويمكن زراعة بعض الأصناف في أوائل الربيع، حيث يتم زراعته في تربة عضوية ورطبة وعميقة وذات تصريف جيد تصلها الشمس، وذلك من خلال وضع فصوص ثوم متباعدة عن بعضها البعض مسافة 15 سنتي، وذلك التربة بعمق أيضا وداخل التربة بعمق 2.5 سنتي تحت سطحها. أما عن كيفية الزراعة، فيتم تسميد نبات الثوم عندما تبدأ بالنمو في فصل الربيع، ويتم ريها بالمياه حسب الحاجة مع الحفاظ على الأعشاب، وينبغي قطع سيقان الزهور للحفاظ على الطاقة في البصيلة. وفي حال عدم ظهور فصوص ثوم فردية، فإنه يمكن استخدام ذلك الفص للأكل أو زراعته مرة أخرى لينمو في العام المقبل. أما عن حصاد الثوم، تعود عملية تحديد موعد حصاد الثوم من أصعب الأمور المتعلقة بزراعة الثوم، ففي حال حصاده بعد فترة قصيرة من زراعته، فإنه يمكن الحصول على فصوص صغيرة غير مكتملة النمو، ويمكن استخدامها للأكل أم عند انتظاره فترة أطول، فإن رؤوس الثوم ستجف وستبدأ الفصوص بالانفصال، لكنها ستكون أكثر عرضة للتعفن ولا يمكن تخزينها لفترة طويلة، وعدم يتم حصاد الثوم في آخر شهر تموز. أما عن أهم الآفات والأمراض التي تصيب نبتة الثوم، فمن الأمراض التي تصيب نبات الثوم مرض عفن البصل الأبيض، فهو فطر ينتقل عن طريق التبرية، وقد يتسبب بإصفرار وذبول في أوراق الشجر التي فوق الأرض، ويتعفن الجذر ليصل إلى البصيلة تحت التربة، حيث يظهر فطرا أبيض رغبي عليه، ثم تغطيته لاحقا ببقع سوداء صغيرة ومستديرة. لتجنب هذه الآفة، فإنه ينبغي عدم تعريض النبتة للملوثات. وقد يصيب النبتة مرض آخر يدعى بصدأ الكراث leak rust، الذي يعود مرضا فطريا يسبب بقعا صفراء فاقعة على الأوراق، وذلك يؤثر على حجم الأوراق والإنتاجية. ولتجنب ذلك، يجب التأكد من عدم تجمع الكثير من النباتات وزراعتها في نفس المكان لمدة 3 سنوات، لأن ذلك سيزيد من الرطوبة ومن احتمال إصابتها بالمرض. قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. إذا عجبكم المحتوى اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وأراكم إن شاء الله في فيديو لاحق. مع السلامة.